بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا من خير الشاكرين الذاكرين لأنعمك يا رحيم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله وعظم السلطان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يعني بدلت ثلاث المنجيات، هي العلاقة بالله الصحيحة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بغير تلكم ولا حيل، وجهاد يعني لا إسقاط لهذه الشعيرة السادسة. إذا كان وقعت في هذا القلب والانقلاب على الحقيقة فتربصوا، استناوا كيف سيعاملكم الله، لأنه الأمر له من قبل ومن بعد ووقتئذ، وكل حين الأمر في يد الرحمن الرحيم. نعود إن شاء الله تعالى.